أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. هاتف وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطالبه بإلغاء قرار مصادرة 4000 دنم جنوب مدينة بيت لحم. ويقول أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة ومختصون في شؤون الاستيطان بأن الاحتلال يسعى من خلال مصادرة تلك المساحة الممتدة إلى ربط وتوسيع مجمع غوش أتسيون الاستيطاني الذي يمتد على جبال بيت لحم والخليل، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة. عزل الفلسطيني عن أرضه بوجوده فقط في داخل القرى أو المدن، وما تبقى من هذه الأراضي يعد الاحتلال بأنها أراضي إسرائيلية أو أملاك دولة، وهذا القرار قرار مجحف، وعلى القيادة الفلسطينية أن تواجهه في المحاكم الدولية. أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال هو الأعلى منذ عام 2008، حيث تجاوز عددهم 500 أسير، وذلك بعد أن فرض الاحتلال الاعتقال الإداري على ما يزيد من 300 أسير خلال شهرين. وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال صعد في الشهرين الأخيرين من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدا لمئات الأسرى الذين اختطفوا خلال الحملة الأخيرة منتصف يونيو حزيران عقب اختفاء ومقتل الجنود 3 في الخليل، الأمر الذي زاد أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن 500 أسير. أكدت دراسة أصدرها اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني وجاءت تحت عنوان تأثير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق آليات تكييف القطاع الزراعي في التغير المناخي في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية، أن ممارسات الاحتلال بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتضييق الخناق عليهم أدى إلى تصحر هذه الأراضي، ما أثر سلبا على التغير المناخي. المشاركون في الورشة ورشة النقاش طالبوا بوضع الخطط والبرامج التي تهدف للتصدي لمثل هذه المخاطر. التغير المناخي هي ظاهرة يعني ستنعكس على القطاع الزراعي بشكل كبير، وهي تنعكس بالفعل الآن. عدد كبير جدا من سكان السفوح الشرقية غادروا مناطقهم قصرا بفعل التأثيرات السلبية للطبيعة المتمثلة في الأمطار وانحسار الأمطار والجفاف. في موضوع آخر، قالت حركة فتح أنها تنتظر ردا من حركة حماس من أجل ترتيب لقاء خارج فلسطين لمناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالمصالحة. وكان سامي أبو زهري دعا حركة فتح الاستجابة لطلب حركة حماس إرسال وفد قيادي إلى غزة للبحث في استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة والتوافق على أي نقاط عالقة. نختم الموجز بهذا الخبر. فقد قال نقيب التصوير الطبي في منطقة الوسط ناجع عاصي إنه في الآونة الأخيرة ظهر تزايد في حالات السرطان في قسم الأشعة للتصوير الطبي. وطالب عاصي خلال اعتصام نظمه موظفو مختبرات الأشعة، طالب وزارة الصحة بإيقاف طلبات الأشعة غير المبررة من قبل الأطباء التي وصفها بغير المسؤولة، إضافة إلى تخفيض ضغط العمل على قسم الأشعة وخاصة قسم الطوارئ. طبعا في الآونة الأخيرة ظهر عندنا حالات تزايد في حالات السرطان في قسم الأشعة في مجمع فلسطين الطبي. اكتشفنا 3 حالات من أصل 10 أشخاص يعملون لأكثر من 15 سنة، وهذا نسبة عالية جدا، بنحكي عن 30% للأشخاص اللي لهم في المهنة أكثر من 15 سنة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.